من منا لم يمر بهذا الشعور؟ توتر كبير أو فقدان التركيز أو خفقان القلب، كلها أعراض ترافقنا قبل أداء امتحان ما، بالإضافة للخوف من الرسوب أو تحقيق علامة سيئة أو حتى التفكير بردود فعل الأسرة أو الأقارب وحتى الجيران. وفي بعض الأحيان يصبح إجراء الامتحانات في حياة الكثيرين شبه مستحيل، لكن الحلول للتغلب على الخوف بسيطة وسهلة في نفس الوقت. فما هي؟ أولاً، الدراسة والتحضير المناسب للامتحان. في أغلب الأحيان يكون الخوف متخيلاً فقط، الحل هنا بسيط جداً، وما على الطالب سوى التحضير المناسب للامتحان، وبذلك يكون الشخص متهيئاً بصورة جيدة لكل سؤال دون خوف. ثانياً، رسم وتخيل نهاية سعيدة للامتحان عن طريق التحضير النفسي لكيفية الإجابة وكيفية توفير الوقت في الامتحان، والذي بدوره قد يخفف من حدة التوتر كما ينصح العديد من الباحثين النفسيين. ثالثاً، التغذية الجيدة للجسم. التغذية الجيدة للجسم تلعب أيضاً دوراً مهماً في التفكير السليم. على الطالب تهيئة طعام وشراب مناسب وصحي عند التحضير للامتحان وحتى أثناء الامتحان إن أمكن. رابعاً، يجب التحضير بصورة مبكرة للامتحان وعدم تضييع الوقت وتركه للحظات الأخيرة، وينصح بعدم الدراسة والتحضير في اليوم الأخير قبل الامتحان لأنها قد ترفع من درجة توتر الشخص. خامساً، البدء بالأسئلة السهلة في الامتحان أو التي تعرف إجابتها، وذلك لكسب الوقت. سادساً، لا تقلق من ضياع الوقت وخذ قسطاً من الراحة لمدة دقيقتين عندما تفقد تركيزك لمحاولة استرجاع أفكارك بدلاً من المخاطرة بالاستمرار والإجابة على الأسئلة بصورة غير صحيحة. سابعاً، من يعاني من الخوف المزمن من الامتحانات فينصح باتباع رياضة مناسبة للتخفيف عن ذلك. لا يوجد شخص لا يشعر بالخوف قبل الامتحانات، وقليل من الخوف قد يكون إيجابياً في بعض الأحيان. النصيحة الأخيرة تقول: إجراء امتحان ما ليس قضية حياة أو موت للطالب، فما عليك عزيزي الطالب سوى محاولة تقديم أفضل ما بوسعك للنجاح في الامتحان، وإذ ما فشلت فيه فهذا لا يعني نهاية العالم بالنسبة لك، بل حاول من جديد إلى أن تنجح. ختاماً، كل ما سبق من نصائح لن تنجح في حال أنك لم تقدم مجهوداً حقيقياً في الدراسة والتحضير الجيد.